للسيد النائب المحترم السيد سليمان العمراني من فريق العدالة والتنمية. السيد رئيس، إذن الكلمة للسيد النائب المحترم السيد مصطفى رميد، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، سيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب، إن المغرب دولة مريضة، دولة مريضة بمرض إدارتها التي تعاني من الفساد بسبب تفشي المحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ والامتيازات وغيرها. لذلك فإنه لا بد إذا أردنا عهداً جديداً بما يعني مغرباً جديداً معافاً من هذه الأمراض والعلل أن نصف الواقع كما هو وأن نقول الحقائق كما هي، نصف الدواء الملائم ليتحقق العلاج المطلوب. العلاج المطلوب من الفساد يقتضي إصلاحات جوهرية مندمجة متكاملة. أما أولى عناوين هذا الإصلاح فهي الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، بما يعني التوسيع من دائرة الرقابة البرلمانية التي تؤهل البرلمان لكي يكون قادراً للوصول إلى كل الحقائق، وهذا يتطلب إمكانية تشكيل لجان تقصي الحقائق بنصاب معقول لا يتجاوز الربع مثلاً، لأنه وفي الحالة الدستورية التي نحن عليها لا تستطيع المعارضة المتكونة من أكثر من ثلاثة فرق نيابية أن تشكل لجنة تقصي الحقائق، وبالتالي فإن هناك مكاتب وهناك سياسات لا يستطيع البرلمان أن يضع يد الرقابة البرلمانية عليها بحكم ارتفاع النصاب القانوني الواجب لتشكيل لجان تقصي الحقائق. إن الإصلاح الديمقراطي الحقيقي يستوجب إمكانية النواب في الحصول على الوثائق اللازمة وكل المعلومات الضرورية التي تساعد على المساءلة للجميع، سواء كان الأمر يتعلق بالحكومة والإدارة. إن فريق العدالة والتنمية لا يمكن أن يفهم كيف أنه ولما كان مجلس المستشارين في اللجنة المختصة يناقش مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الشريف للفوسفات إلى شركة مساهمة، كيف أنه قيل للسادة المستشارين حينما طلبوا الاطلاع على إحدى الوثائق بأنها سرية، وبعد إلحاح السادة المستشارين في النهاية تمكن بعضهم من الاطلاع عليها، وأين بمكتب رئيس مجلس المستشارين؟ فهل هكذا تكون صلاحيات المجالس النيابية والبرلمانية والاستشارية؟ هل بهذه الطريقة يمكننا أن نجعل البرلمان يبسط رقابته الضرورية على السياسات الحكومية و بلها السياسات الإدارية؟ إن الإصلاح الديمقراطي الحقيقي يستوجب تغيير مجموعة من المقتضيات مما يؤهل البرلمان إلى أن يتمكن من استجواب الوزراء وزيراً وزيراً، ويعطي البرلمان إمكانية إقالة هذا الوزير أو ذاك إذا كان قد تلبس بفساد. كما أن طبيعة الديمقراطية الحقة تجعل بالإمكان مساءلة كل من بيده شيء من السلطة إلا من استثناه الدستور بدون خطوط حمراء إلا تلك التي وضعها الدستور. هذا ولا يخفى أن الانتخابات النزيهة عنصر أساسي في علاج
أمر الفساد، لأنها تضمن التداول على السلطة، وحيثما لا يكون هناك تداول على السلطة فلا يمكن أن نتحدث عن انتخابات نزيهة في كثير من الأحيان. انتخابات نزيهة وبالتالي التداول على السلطة يؤدي إلى منع توارث الأوضاع الفاسدة والتستر عليها، مما يؤدي إلى تعشيش الفساد وتغلغله داخل دواليب السلطة والإدارة، وليصبح في النهاية بنية إدارية وأكثر من ذلك داخل جسد الدولة، مما يجعل الإصلاح والتغيير من باب ما يشبه المستحيلات. وبكلمة مختصرة فإننا نقول بأن ديمقراطية أكثر تعني فسادا أقل. ثانيا، الإصلاح الإداري الذي يكمن في تبسيط المساطر الإدارية والشفافيتها، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية. أقول الصفقات العمومية، وما أدراك ما الصفقات العمومية؟ لأن أغلب الصفقات العمومية للرؤساء من جميع المستويات فيها حدود، وهم يعرفون من أين تؤتى الكتف وكيف تؤكل، ولذلك فإن لهم نصيبا مفروضا في الكثير من الصفقات التي يعلنون عنها. لذلك لا بد من مراجعة الترسانة القانونية، مما يؤدي إلى كما قلت إلى التبسيط وإلى الشفافية، والحرص على تفعيل قوانين تصريح الممتلكات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، سواء كانت مفتشيات إدارية أو كانت محاكم مالية أو غيرها. كما أن ذلك يستوجب وضع حد لكافة القوانين التي تكرس الامتيازات واقتصاد الريع وغيره، بجعل مبدأ المساواة بين المواطنين في التمتع بالثروات والحقوق قاعدة محكمة وضابطة لكل القوانين والمراسيم، وهو ما يجعل التنافسية الشريفة القاعدة السائدة في كل المباريات والصفقات وغيرها. وهذه يستلزم أيضاً إصلاح منظومة الأجور، وذلك بمراجعتها بما يضمن العيش الكريم لكافة مستويات الموظفين، بما يؤدي في النهاية إلى تحصينهم من السقوط في غي الانحراف وغي الفساد. هذا وبالنظر إلى أن السلطة والجاه كثيراً ما يجلبان المال والثروة، كما قال ابن خلدون قديماً، فإنه يتعين فصل التجارة عن الإمارة، يجب فصل التجارة عن الإمارة والمال عن الجاه، ضماناً للمساواة والتنافسية. ثالثاً، إن مما يستوجب ومما ينبغي أن يكون في مضمار محاربة الفساد والتوطيد دعائم الحكامة الجيدة، ينبغي إصلاح القضاء بما يؤدي إلى ضمان استقلاله ونزاهته، وهو ما يجعله مؤهلا لأن يضع يده على كل ملفات الفساد والتحقيق فيها ومحاكمة من يشتبه في ارتكابه جرما متعلقا بها، بدون إمكان تأثير أي جهة عليه كيفما كانت، مع تمكينه من الوسائل والإمكانات التي تؤهله لإجراء التدقيق والبحث في مكامن الفساد في هياكل الدولة والمؤسسات الإدارية، وهو ما يحول دون الإفلات من العقاب عن جرائم الفساد على كل المستويات. رابعاً، إعطاء القدوة الحسنة من قبل كبار المسؤولين في الحفاظ على المال العام وفي التنزه عن الشبهات من محسوبية وزبونية وحزبية وغيرها. إعطاء القدوة الحسنة في تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إعطاء القدوة الحسنة في عدم استغلال السلطة لتجاوز مبدأ المساواة وشل قاعدة التنافسية، وهو ما يقتضي أن يقوم مسؤول الدولة جميعاً وبدون استثناء بتصريح ممتلكاتهم، وأن تخضع هذه الممتلكات للمراقبة الدائمة، وهو ما أتت به هذه المشاريع التي سيتم التصويت عليها يومها. لكننا نتخوف ك
كثيرا في أن تبقى هذه القوانين أثرا دون أثر ولا تفعيل. إن تخوفنا كبير أيها السيدات والسادة في أن لا تقوم الجهات المختصة بواجبها في مساءلة المسؤولين خاصة الكبار منهم على قاعدة من أين لك هذا، كما جرى ويجري عليه العمل في إهمال تنفيذ القوانين. إننا بهذه المناسبة لنعجب من صنيع الحكومة إذ لم تحل أي مشروع قانون يخص تصريح أعضاء الحكومة بممتلكاتهم. أي إشارة تعطيها الحكومة للشعب حينما تؤجل هذا المشروع حتى ولو كانت لها نية إخراجه؟ أليس جديراً أن يكون أعضاء الحكومة هم أول من يوضع قانون خاص بتصريح ممتلكاتهم، وأن يقوموا هم أولاً بذلك وأول من يحاسبون وفق ذلك بمنطق القدوة الحسنة؟ وقبل هذا وذاك، أليس البرلمان، وأنا أطرح هذا السؤال على ضمير جميع سيدات النائبات والسادة النواب، أليس البرلمان هو الجهة المختصة بالتشريع في هذا الميدان؟ إننا في العدالة والتنمية نعبر عن رفضنا للمقاربة الحكومية التي نحت منح حرمان البرلمان من حقه الدستوري في التشريع في ميدان تشريعي محض. ثم لا يجوز أن ننسى أن التصريح بالممتلكات واجب بمقتضى القانون الجاري به العمل حاليا. لذلك ودون مزايدة أخبر المجلس الموقر أن جميع نواب فريق العدالة والتنمية وضعوا تصريحاتهم بين يدي رئاسة الفريق التي ستقوم بوضعها بين يدي السيد رئيس المجلس غدا صباحا بحول الله، كما أنهم وطبقا لميثاق المنتخب الخاص بمنتخبي الحزب قاموا جميعا بإيداع تصريحاتهم بالممتلكات لدى الأمان العام للحزب حتى يكونوا من الذين يقولون ما يفعلون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خامسا، إن مما ينبغي إيلاءه الاهتمام بالغ العناية بإصلاح ثقافة المجتمع حتى تزول الثقافة التي تحمي الفساد وتشجع عليه وتمثل بيئة حامية له. يجب نشر وتوطيد ثقافة النزاهة والشفافية والصلاح والاستقامة والأمانة عبر كل وسائل التربية والتكوين والتنشئة والتثقيف وعبر المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية وغيرها، كما يجب محاصرة ثقافة الفساد من خلال نشاط المجتمع المدني الذي يتعين فتح الباب أمامه واسعاً ليقوم بواجبه في مكافحة الفساد من موقعه على كل الأصعدة. السيد الرئيس المحترم، السيدان الوزيران المحترمان، السيدات والسادة النواب المحترمين، إن المغرب وحسب منظمة الشفافية الدولية يحتل حالياً المرتبة 72 من بين 180 دولة بعد أن كان في السنة الماضية يحتل الرتبة 79، وبعد أن كان قبل ذلك سنة 2002 يحتل المرتبة 52. لا شك أن مجيء المغرب في هذه الرتبة التي ما زالت متدنية ولكن حدث فيها تقدم نسبي بالنسبة للسنة التي سبقتها، لا شك أن احتلال المغرب هذه الرتبة إنما كان بسبب وضع هذه المشاريع في السنة الماضية، إضافة إلى مصادقة بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد، وأيضاً بسبب تأسيس هيئة مركزية للوقاية من الرشوة، وكلها إجراءات جيدة ووجيهة. لكن مرة أخرى أقول وأكرر وأعاود التكرار، إن الخشية كل الخشية من أن يتم التعامل مع كل ذلك كما يتم التعامل مع الكثير من القوانين حيث الإهمال أو على الأقل الانتقائية. إن الفساد والرشوة يؤذيان اقتصادنا الوطني بشكل بليغ، ويتجلى ذلك في أن نقطة إلى نقطتين من نسبة النمو
تحرم منها بلادنا بسبب هذا الفساد. وإن حوالي 30 مليار درهم تحرم منها ميزانية البلاد لفائدة المفسدين والفاسدين المرتشين. لذلك فقد آن الأوان لإعطاء الأهمية البالغة لمحاربة الفساد قولاً وفعلاً وحقيقتان لا ادعاءً. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تلكم إذن هي الشروط الضرورية أيها السادة والسيدات لمحاربة الفساد: الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، الإصلاح الإداري العميق، إصلاح القضاء بضمان استقلاليته ونزاهته، إعطاء القدوة الحسنة، إصلاح ثقافة المجتمع. فهل تستطيع الحكومة اقتحام هذه العقبات وتمكين البلاد من إصلاحات حقيقية تضمن الحكامة الجيدة التي تستطيع بها مكافحة الفساد؟ في اعتقادنا أن هذه الحكومة لا نرى أن لها إرادة حقيقية ولا قدرة كاملة على توطيد دعائم إصلاح من هذا الحجم، مما سيجعل محاربة الفساد على لسان هذه الحكومة مجرد شعار. ونرجو أن لا تسير الأمور في هذا الاتجاه، أن تكون الحكومة بالفعل قادرة على أن تحارب الفساد ولها إرادة حقيقية لمحارب الفساد. إن غدا لناظره لقريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للسيد النائب المحترم.